هيظهر لنا شوية مصطلحات كده مهم ان احنا نبقى عارفين معناها ايه علشان ما نقفش عندها كل لما نبقى نستعمل. بنحاول نستعملها. اتكلمنا عن السينثيسيس خلاص وقلنا هو ايه وشرحناه، واتكلمنا عن الانفلوب الاي دي اس ار وازاي ده بيتحكم في الصوت وبدايته بتبقى ازاي وبعد كده بيتأثر ازاي مع الوقت، واتكلمنا برضو عن السي في اللي هو الكنترول فولتج، ودي فكرة أساسية جدا في ان احنا بنولف الصوت لان هي كل حاجة في الاخر احنا بنحاول نتخيلها ان الكهرباء بتتحكم فيها ازاي بتحكم بالصوت. بالظبط، فالإشارة بتمشي ازاي مع الكهرباء، فكل ما ندي حاجة كهرباء اكتر كل ما كأننا بنديها إشارة اكبر ان هي تعمل صوت اعلى او تزيد بشكل وعلى حسب معين. موصلين السي في بتاعنا ده فين، احنا بالظبط هنبدأ نستعمل المصطلحات دي على طول، فخلاص مش هنقعد نقول كل مرة فيها سي في هنقول ضغط كهرباء وكده. سي في يعني كنترول فولتج، ومعناها الحرفي تحكم بالضغط. بالظبط، وهنستعمل وحدات في البرامج اللي هنستعملها هيبقى اسمها VCA وVCO وVCF، كل دي بتبقى فولتج كنترولد في الاول، معناها ان هي اللي بيتحكم فيها هي الضغط او الفولتج اللي وصل لها اللي احنا بنبعته لها بعد كده. بالظبط. ففي سي اف فولتج كنترولد فلتر، في سي او فولتج كنترولد اوسيليتر، وهكذا. هنستعمل برضو مصطلح اللي هو الفلتر، اللي هو في كذا نوع من الفلترز ممكن نستعملها. في اللو باس فلتر ده اللي هو بيطلع لنا بس بيشيل الترددات الواطيه، من اسمه لو باس بالظبط، بيعدي الترددات الواطيه، بيشيل الترددات العاليه، بيعدي الترددات الواطيه، والهاي باس بيعدي بالعكس، بيعدي الترددات اللي هي الغليظه. وهقدر اتحكم في قد ايه برضو، يا اما بايدي يا اما بضغط كهرباء كنترول فولتج. هي دي الفكره. وعندنا برضو نوع اسمه باند باس اللي هو بنختار حته او رينج معين للصوت اللي هو احنا عايزينه، فاللي هو بنقول له مثلا شيل الجزء ده والجزء ده، بيبقى هاي باس ولو باس مع بعض في الاغلب. ده ابسط طريقه شرح الباند باس. وفي برضو النوتش فلتر اللي هو بيعدلنا جزء رفيع قوي من الصوت، فلو عايزين نختار حته معينه مثلا نسمعها، لو هي صوتها لو حاسين مثلا في حته معينه من الصوت منشزه مثلا عايزين نسمعها لوحدها، فبيبقى مفيد في الصوره دي. هو مش بس بيشيل برضو الفلتر، هو يعني الفلتر بيفلتر الصوت في الحتت دي، بس هو بيضيف حاجه برضو. هو بيبقى فيه يعني دي حاجه كهربائيه جواه، ريزونانس فيدباك، هو بيضيف برضو صوت. يعني الفلاتر بيبقى ليها صوت، مش بس ان هي بتشيل من الحاجات. عندنا برضو فكره الجيت دي عباره عن اشاره احنا ممكن نبعتها عشان نتحكم في الحاجات، والاشاره دي بيبقى شكلها بتبقى اون اند اوف سكوير ويف، يعني يا اما مفتوح يا اما مقفول، باينري 0 1 0 1، اللي هو يا حاجه مطفيه يا حاجه متشغله. مش زي الانفلوب، الانفلوب عندي بيعلى بتدريج ويقف شويه ويوطى، وعندي حاجات فيها فاريبلز، فيها تغيرات كتير. بس الجيت لا، الجيت يا مفتوح يا مقفول الاخر. بالظبط، وده بيبقى مهم قوي ان احنا نعرفه لما بنبقى عايزين نعمل موضوع الموديليشن اللي احنا اتكلمنا عليه، عشان بنبقى عايزين نخلي الحاجات تتحكم في بعض، وعايزين نعرف ايه نوع الاشاره اللي احنا عايزين نبعتها اصلا. هل هي حاجه بتفتح وتقفل، ولا هي حاجه ليها بالظبط ليها رينج رقمي معين احنا عايزين نوصله للوحده اللي احنا بنبعت لها. حاجه برده ممكن تفيدنا في الموديوليشن هي ان احنا نفهم ايه هو الالف او. الالف او ده عباره عن اوسيليتر بس بترددات بطيئه قوي وواطيه قوي. فلما بينزل الاوسيليتر بتاعي ده، لما التردد بتاعه بينزل عن البيتش بيرسبشن بتاعنا، ازاي احنا بنستوعب التردد عامه او بنسمع النوت او كده، لما بينزل عن ال 20 هرتز ده، اوطى حاجه بنسمعها 20 هرتز وعلى حاجه 20000 بالظبط. فهو لما بينزل عن 20 هرتز دي بيبقى بنبدا نستوعبه كحاجه ايقاعيه، مش حاجه بالنوته او كده، بيبدا يتقطع يبقى حاجه احنا نقدر نستوعبها كحاجه ايقاعيه، كإشارة بالظبط، او اي حاجه بقى بالظبط، تبقى بطيئه بهذا البطء. فلما الاوسيليتر يبطئ بيبقى اسمه الفو، لو فريكوانسي اوسيليتر، وعنده
نفس اشكال الموجات اللي الاوسيليتر عنده برضو، اللي هو عنده السكوير اللي هي زي ما قلنا تعتبر جيت. السكوير دي زي الجيت اون واوف، تفتح وتقفل تفتح وتقفل، او ساين ان هي بتبدا عاليه وتوطى، تبدا عاليه وتوطى، او دي سوتوث اللي انا قلتها، او الساين اللي هي بتبقى طالع نازل كده بالراحه، ودي الاصوات بتاعتنا احنا كلنا، ودي اصوات الطبيعه عامه. الساين اي كائن بيطلع صوت تسقيفه حتى اي حاجه، ده بتبقى ساين ويف. وفي برضو السيكونسر اللي هو عباره عن وحده، هو اسمها موديول، بس هي هنقول وحده بيبرمج كنترول فولتج، بيبرمج ضغط كهرباء نقدر نبعته لاي واحده من الوحدات دي يتحكم في عناصر الصوت بتاعتنا، يا اما العلو يا اما التردد يا اما الطابع يا اما بقى اللي احنا عايزينه، او لو عايز نغمات مثلا ورا بعض فبتقول اللي هو الاشاره لكل نغمه وبتحطهم في السيكونسر. السيكونسر بيساعدنا ان احنا نبرمج تتابع معين من الاشارات ورا بعض ونخليه يعني نتحكم فيه بقى، اللي هو نخليه يتعاد او ونتحكم فيه، هو بيتابع فيهم بسرعه قد ايه من خلال الكلوك الساعه بتاعتنا. احنا كده دلوقتي عدينا بثلاث ارباع او كل المصطلحات اللي هنبقى بنستعملها في VCV Rack، ونشوفكم بقى في الفيديو الجاي.